واحد من ولادنا في الداخلية وفي الجيش، ولادنا الشباب في أي مكان اللي بيموتوا كل يوم، ومش قادرين لغاية النهاردة ننفذ حكم واحد. هم بينفذوا أحكام في القادة وفي ولادنا، وإحنا مش قادرين للأسف ننفذ حكم. ما هو بقى يبقى في حكم بالبراءة، والكل يطلع يروح بيته، ونتصالح مع بعضينا ونتصافى. يا أم القضاء ياخد مجراه ويشتغل صح، على كده هيتصف واحد واحد. احنا لازم الذكرى، حتى لو كل ولادنا استشهدوا دي ذكرى. 25 يناير 30 يونيو ده ذكرى مقدسة، ما اقدرش اتأخر، واللي بيموت شهيد. الرئاسة ألغت الاحتفالات حدادا على المستشار هشام بركات. تلغيها على الدنيا كلها بس ما تلغيهاش على بالصوار، ما تقدرش الرئاسة. وبعدين الله يرحم الجميع يا بنت، الله يرحم الجميع. بس انا بقول ايه، عايزين احنا كده البلد داخله المنحدر، يا مش عارفين احنا نهايته ايه يا بنتي. بس نهايه بين غمجه ما فيهاش نور. احنا بقى نشتغل صح، مش عايز اقول له بقى ارحل، ولا عم نستنى لما الشعب نقول للشعب ارحل. واحده من الاثنين، يا تشتغل صح يا توكل على الله وبكرامتك وعلى راسنا من فوق. من يوم ما مسكت الرئاسه انا بديك في تقديري انا ابو الصوار 3/10، و3/10 منهم مشروع القناه.